كنا عايشين هون بيتنا ما فينا شيء. أنا كان عندي 6 أولاد فقدت 3 ونجوا عندي 3. جينا هون على المخيم أولادي ما كانوا عم يحسنوا يمشوا، وأنا عندي كمان إصابة، عندي انكباس فقرات بظهري. كانت بيوم يا بنتي عم توداني الكبيرة بس ما حسيت إنه راح تفارقني. أخذت ابني وزلنا على السوق، كمان هذا توفى. اشترينا تياب وعم نحضر إنه للعيد. بلشت الأرض تهز فينا بسرعة بقوة كتير قوية. صرت أصيح يا لطيف، صرت على الأولاد صوتين بدي أرفع حالي أم وأسقف فوقنا. كان جنبي محمد وصفاء، كانت صفاء مردومة، محمد ساعد أفشل الحجار عنا، وأنا كان في شباك على ظهري وحجر على أجري. صرت أصيح يا الله دخيلة، مديت إيدي قمت لقيت مصطفى عوتشو. صحت له يا أمي أنت سمعوني؟ رد علي، ما رد. محمد كان عم عيط كتير، كان في حجر على بطنه. عند الأجي أرفع شوي هيك عن بطنه وحط إيدي من تحت الحجر بلوكة هي، أرفع يرتاح شوي، أرجع نزل بدي أشينا. إذا خدت هداك الطرف بدها تصيب مصطفى على وجهه. محمد قال لي خليه على بطني ولا تحطيه على وجه مصطفى بتجرح له وجهه، مع إنه عرفناه ميت. بس ما سخي أخوه إنه يحط الحجر على أخوه. صرت أصيح، نحن هون حدا عم يسمعنا؟ رد علي واحد من هون من الحارة من جيراننا هون بيرك، وصاح للدفاع المدني والشباب الله يجزيك ويجزيهم خير وطلعنا. محمد كانت إصابته بإجري وصفاء تغيب عن الوعي من المازوت والبرد. مرتين ثلاثة ماتت معنا بالمستشفى، يوقف قلبها وترجع. تميت قلت لك عيشة الأمل للساعة واحدة بالليل، الساعة واحدة بالليل فقدت الأمل. كانت معي أمي بالمستشفى، قلت لها أمي ولادي ميتين. فعلا ما أجا من الخبر إنه ميتين. لتاني يوم ما بعرف يمكن الساعة 10 شيء هيك شيء، اجى جوزي على المستشفى قال لي أمي لقينا الأولاد. فرحت بالبداية، قلت الحمد لله معناتها عايشين. عند قال لي ما بدي إياكي تبكي ولا تعيطي، عرفت ميتين. عايشين نحن وعيلة تانية هون الحمد لله رب العالمين. ما نفس العيشة اللي كنا عايشينها، كان عنا بيت وعنا الحمد لله كل شيء، وهلأ مثل ما يكون شايفين يركين بهاي الخيمة. الحمد لله رب العالمين، ورضينا وقدر الله والحمد لله على كل حال.